لو جينا للهلال مثلا، عنده خانات معينة كان بيعاني منها، طرف شمال واحد ما عندنا غيره، طرف يمين توليفة ما في خالص، ارتكاز ضعيف ما بغطي ما بشيل وش الدفاع او ما عنده المساندة الدفاعية، حراسة المرمى يعني متذبذبة، ما نقول ضعيفة ولا قوية لكن متذبذبة. فهو ركز في الأربعة مناطق دي على أساس إنه يدعمها، محلات الحوجة يعني أيوة، فنيا، نعم، بما فيها رأس الحرب أو المهاجم الصريح أو ما يسمى بالمحطة، نعم. واللي الآن فشلوا في إنهم يستجلبوا واحد فيها، ويمكن أجلت للميركاتو الجاي للتكميلية. أنا تيجي تلقى ليلة سنغوني ارتكاز، ما إضافة لعودة أبو عاقلة وموجود صلاح عادل، ممكن تكون حتة الارتكاز دي تملد جدا. إمورو طرف يسار حينافس فارس، ما حيكون مطمن إنه ما في طرف يسار غيره، أكيد حيطور مستواه. الأطراف مهاجمين جارجو ليليلبو برضو إضافة وحوجت الفريق. قلب الدفاع في دينو، في وجود بانجا وهيرينج برضو إضافة للدفاع طموح. الحارس فوفانا ما أعرف أنا تحت السن ده بيلعب ولا بيلعب، متأكد لكن سجل وهو يعتبر في تحت السن، ما في فريق الأول. دي من ناحية اللاعبين، وحسب التسريبات بيقول لك يعني ميركاتو مكلف 5 مليون دولار، فما أعرف يعني حاجة مبلغ خرافي جدا، خرافي في ظل الوضع في الاقتصادي ظل الوضع القائم. الحالي. جميل جدا.